هنقرأ من بداية سورة الجن وهنلاحظ مع بعض الرموز اللي قدامنا إن شاء الله أثناء القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، لاحظ معايا كلمة نفر عليها ضمتين، قلنا الضمتين لما يبقوا فوق بعض هنا بندخل على الحرف اللي بعدها على طول أو بنعمل إخفاء للتنوين، هنا هندخل على الميم على طول لأن الميم زي ما أنتم شايفين عليها شدة. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا. لاحظ كلمة قرآنا، قرآنا عليها فتحتين تنوين متساوي، تنوين المتساوي ده رمز الإظهار، رمز إن أنا أظهر النون هنا، النون بتاع التنوين، قرآنا وما أعملش غنة حركتين، قرآنا عجبا. كلمة عجبة فيها جيم، حرف الجيم يا جماعة إن شاء الله هناخده بعدين، لكن ما ينفعش إن أنا أقول عجبا، عجا جا جا، لا عجا ج ج، عجبا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به. إلى الرشد بالشين، ما اسمهاش جين، جين زي ما الناس بتقول يهدي إلى الرشد، إلى الرشد، لا إلى الرش، الرشد. فآمنا به. لما اجي اقف على حرف ساكن زي كده وهسكن الحرف اللي بعديه بكسر الكسر يعني كسره تمام، بقول فآمنا به مش به، ما اقولش فآمنا به، لا به لا، لان الكسره في اللغه العربيه عند مدها بتولد لنا حرف الايه، بتولد لنا حرف الايه، ما ينفعش انها تولد حرف الايه بالانجليزي، يعني ما ينفعش ان انا اقول ايه ب، لو همد حرف البه دلوقتي ب ب ب ب، يبقى انا كده لو مديت الكسره اللي في الباء هتولد لنا حرف الايه، حرف الايه بالانجليزي، وده مش موجود في اللغه العربيه اساسا غير في الاماله، والاماله ديت ليها موضوع تاني، لكن هنا هكسرها كسر، الكسره تولد لنا حرف الايه، ياء المد. فآمنا به، به بي بي، ولن نشرك بربنا احدا. ولن نشرك، ولن النون ما عليهاش حاجه والنون اللي بعديها جايه عليها شده، ففي الحاله ديت بدخل على النون اللي بعديها على طول وبعمل غنه حركتين. ولن نشرك بربنا احدا، بربنا احدا، بربنا عليها علامه مد، يبقى هنا همد مد طويل، اسمه وعدد حركاته ان شاء الله ناخده بعدين. بربنا احدا، تحقيق الهمزه يا جماعه، بربنا احدا. طب افرض ان انا هوصل احدا وانه، احدا عملت هنا ايه؟ ادغام، لان عندنا التنوين غير متساوي، الفتحتين غير متساويتين. وانه تعالى، لاحظ ان في واو صغيره تحت اله، تحت هاء الضمير، وانه هنا بعمل حركتين بس لو كان مفيش علامه مد على الواو دي. طب لو الواو دي عليها علامه مد بعمل مد طويل، تمام؟ ده اسمه مد صله صغرى، حركتين بس. وانه تعالى، ما ينفعش اخطفها واقول وانه تعالى. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه، ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. وانه نفس الموضوع اهو، الواو برضو تحت الايه؟ تحت حرف الهاء. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، شططا مش شا، ما اقولش شا، شا، شططا شططا، لأن الشين ايه؟ مرققة. حرف المرقق أرققه ترقيق تام، الحرف المفخم أفخمه تفخيم تام. شكرا. أصدقائي المشاهدين، حضراتكم شايفين كم المجهود المبذول من فضيلة الشيخ محمد. طبعا هو لم جميع الاحكام، جميع احكام التجويد بنظره اجماليه وليست تفصيليه، كل اللي موجود في المصحف اللي يأهلك انك تقرا في المصحف اتقال. كل ما عليك انك تكتبه وتكتب الملاحظات دي وتبدا تقرا، تعمل لنفسك ورد يومي ولو ربع واحد. يعني صفحتين او صفحتين وربع كل يوم. تطبق فيه اللي اتعلمته. قابلت نون عارية تعمل ايه؟ قابلت نون مشددة تعمل ايه؟
قابلت ميم مشدده تعمل ايه، قابلت فتحتين فوق بعض متساويتين تعمل ايه، كسرتين مش متساويتين تعمل ايه. كل ده عرفته. احنا الحمد لله بنحب التخصص جدا. لما جينا نشرح مقامات شرحناها من اهلها، من اهل علمها. لما جينا نشرح تجويد جبنا لكم اهل العلم كله، يعني استاذ ما شاء الله ضليع في القرآن واحكامه وعلومه. ارجو انكم تكونوا استفدتم من الحلقات دي، وتابعونا في الحلقات التفصيلية. احنا النهاردة قلنا شكل الحرف يتنطق ازاي لما يكون في المصحف بالشكل ده. تابعونا في الحلقات التفصيلية ان شاء الله، هتنزل تباعا الفترة الجاية. كل حلقة هنتكلم فيها عن حكم، عن القواعد التجويدية واحكامها، وازاي تتنطق في المصحف علشان تكون قراءتنا سليمة وصحيحة لكتاب الله عز وجل. ارجو ان يتقبل الله منا هذا العمل، وارجو انكم تكونوا بتستفادوا منه. تعليقاتكم طبعا هتوجه مسارنا وتأكد لنا اذا كنا ماشيين صح او ماشيين غلط. لو عجبك الفيديو، الفيديو مصروف عليه وقت وفلوس ومجهود وحاجة كتير قوي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، كومنت، شير، سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك. لو ليك اي سؤال في التجويد يخص التجويد، وسائل التواصل بتاعت الشيخ محمد موجودة تحت الفيديو، تقدر تتواصل معاه بصفة شخصية، تقدر تتواصل معانا في المركز اللي بنأهل فيه القراء وبنأهل فيه المنشدين، سواء من الناحية التجويدية أو من الناحية المقامية والنغمية والصوتية. هنقدر نساعدك إن شاء الله ونأهلك كيفما كانت حالتك، يعني إن شاء الله طالما عندك الحد الأدنى من الموهبة. وشكرا لكم، واستنونا في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.